طبعا لا مناص من القناص، صاحب الانجازات وصاحب البطولات الكبيره وصاحب الانتصارات وصاحب الانطلاقات الصاروخيه، ولكن بطل اخر وضيف شرف اخر على ميدان الاحلام، صاحب لقب بطوله ميدان الاحلام لدوري عام 2015 برق النناوي، المالك والمدرب الاخ اكرم عبابد ابو العدنان. يحل برق النناوي ضيف شرف بطوله ميدان الاحلام. برك النناوي صاحب إنجازات وصاحب انتصارات عدة حققها في مسيرته في عالم السباقات والميادين، من ميدان الأحلام إلى ميدان الشهيد ياسر عرفات، إلى ميدان قنا الجليل، إلى ميدان المذبح، إلى ميدان المطار. وضع برصيده العديد العديد من الإنجازات والبطولات. يحل هذا اليوم ضيف شرف على ميدان الأحلام وفي بطولة ميدان الأحلام بهذا الحدث الكبير، بهذا الحدث المثير، الحدث الأضخم والحدث الأكبر لدوري عام 2022 على ميدان الأحلام. ملاك ومدربين خيول شوت مسك الختام على الميدان، حبايبنا بأسرع وقت، زعيم المبين الملك صالح حجيرات، المدرب حمزة حجيرات، والقيادة لعمر غدير، غندور السلطان ابن الفحل بحر بن سلاز والأم قطر الندى، المالك أكرم البرادعي تحت وطأة وتدريب مربط الأراضي المقدسة، والقيادة لحامد السلايم. هذه هي أسماء خيول شوف مسك الختام، نطلب من ملاكها ومدربيها بتوجيهها إلى الميدان. قبل قليل شاهدنا صالح مزاريب على صهوة القناص، أما والآن الفارس الواعد والمتألق محمد النادر غريفات على صهوة برق النناوي، ضيف شرف بطولة ميدان الأحلام. يحل ضيف شرف بطولة ميدان الأحلام ببطولة ميدان الأحلام لدوري عام 2022. ما شاء الله تبارك الله، برق النناوي مع المدرب الكبير صاحب الخبرة الكبيرة صاحب الإنجازات الكبيرة والبطولات العديدة في عالم السباقات والميادين وعالم السرعة أكرم عواودي أبو العدنان مع الفارس المتألق هذا الموسم ما شاء الله تبارك الله محمد النادر الذي وضع بصمة هنا على أرضية ميدان الأحلام وفي ميدان المطار بامتضاء خيول حاصل على بطولات كثيرة فاجأ الجميع محمد النادر هذا الموسم ما شاء الله. نذكر للجميع أن محمد النادر انطلق ونشأ باسطبلات أكرم العواودي أبو العدنان، اكتشاف أكرم عواودي أبو العدنان ما شاء الله تبارك الله محمد النادر على صهوة برق النناوي بعمل تدريبي على أرضية ميدان الأحلام في النهائيات. أبو العدنان الصبلات الأزرق، القيادة ستكون لعياسة أبو الجبل. حبايبنا أولاد صغار ما شاء الله تبارك الله، برق النناوي مع محمد النادر بعمل تدريبي كما ذكرنا. ما شاء الله تبارك الله، حبيبنا اللي بعد خط النهاية الساحة مجال. اللهم صل على سيدنا محمد، صلى على النبي. يا سلام يلا حبايبنا، فضلوا الميدان نستقبل